الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجود إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجود وهاجت شجوني وعمت ظلام وأضلت بأرجاء قلبي السموم وهاجت شجوني وعمت ظلام وأضلت بأرجاء قلبي السموم هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم وأبدى صلاتي بصوت نحيب فيذريف دمعي بحب كتوم وأركع أحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم وأبدى صلاتي بصوت نحيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا ليلك سود هذا مؤتمر كني شناد هولن إيه النواحي كذا محاضرة ومحاضرة اللبات ما أنت عنوان كيغنو إيه هاي آيات تفسير كيغي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا oo sheekhu inaga hadli doono salaada iyo ahamiyadeeda sheekhina ayaan ku soo dhaweynaa sheekh mustafa haaji ismaaciil haaruun falyatafadal mashkuran ma'juran jazakallahu khayra bismillaahi arrahmaani arrahiim innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa almuhtad ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي في العقيدة مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وحين سكدينا هنا إنه إن يرسل تقنا آية داسي قرآن كامدة في سورة مريم إله إليه سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ربي سبحانه وتعالى وحو تلماميا مركو قصا ورمي دد بدن الصالحين نبي دي رسول شيء الله صادري وآيات ككهر ريا إلهي وكقصا ورمي يدد صالحين وكلبا قول ذا إلهي وحكو سفي أولئك الذين أنعم الله عليهم كواسب إلهي سبحانه وتعالى لقصا ورمي وآيات آيات كهر ريسة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين قول ذا سوى قولوين كي ألا أؤنم عيي النبياها ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إلهي مركو الصفات كاسوسيي كوا إلهي نعميي
النبي له ذرية النبي آدم له ذرية نوح نبي نوح له نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل إيه وممن هدينا واجتبينا كوانو هانونين دورنا با إلهي لي سبحانه وتعالى قول هذا صفة دود وحي تهي با إلهي لي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هدي اللغو أخريه آيات قال له سبحانه وتعالى وحي هوبتانو داتانو دعان إيهو سجود سنبا رب لي سبحانه وتعالى أو إلميني وحي سجود داتانو وهوبتان إيهو إلميني إذن كوحدي وناكسنيد مركي إلهي السفيي النبي يا الرسول له كوحدة كوحدة عكس جيد أبا إلهي السفيني وكوح أهل الشرعة كوحدة أهل الشركة إلهي وحكوسي في لبصفة فخلف من بعدهم خلف بإلهيه كوى قداشود وحيمي ويقى كدن بيي خلف علماء اللغة وحيده دان قار كميدي هدي خلف ليده دول لامك الله كردقه ودد في عن السلف والخلف وينغر ندهنا هدي لكن لامك الله الرئيب بيده دان والخلف سيء وكوحدي كوحدة هورن دحا شيء لكن وناقي كما يدحلين وحي دحلين وحي عكس بي لي ماده إلهي مركو أنبياء دي الرسوشية دتكي ونكسنات المامي وحكوت المامي فخلف من بعدهم خلف كوحن بعد ما مرتي كوحدة وحي بدلي أور دحلي ويقى قداشود يمي خلف بي لهيري كوحن خلف السوء كوحدن حن اقضال كتمي محاو علامد يا استانا إلهي سبحانه وتعالى لبع علامدود بسي كوحو إذا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة صلاة دي ضيعين أي إلهي كتل مامي صلاة دي ماي حفظنن وماي إلالنن وما يدورين إيوا ضيعين با رب لي سبحانه وتعالى وحكى له ربي وكسفي واتبع الشهوات وحي الراعين ما تشتهيه الأنفس شهوات نفس وحي نفتو اسكت دونتايا كستحرق ميال نفتو ده وحي نفتو دونتاينا والراعضي ومي يجين حلال يا حرام ومي يجين ربي مرة لقى لنا يا مسي مرة لقى لنا يو مي ايقنا والراعي كوح راس با إلهي لي فسوف يلقون غيا سيمان دم ما وقت الدم بوحي لكل مدونا با إلهي لي الغي الغي في اللغة الشر أي عربتو تغانا غي وباد النما وشر مفسرين تنا انت بدن ضلال كي كتل مامان مفسرين تقاركونا وحي كوشي قام بيني يهي وادي جهنم كيالة way kooxdaasi ka cabbi doonaan oo geli doonaan ninkii dunida sharciye balan la kulmay dee jahannamana inuu ka cabbayo ma foga ayadan waxay noo soo qaadanaynaa ilaahi subxaana wa tacaala laba sifo isku xira oo ah dadkii dadka wanaagsan ka dambeeyey salaadii bay dayaceen waxay noqonaa salaadu waa arkaanta islaamka ugu waaweyn waxay ka mid tahay wixii ambiyooyinkii hore lagu soo diray ee nebi maxamedna lagu soo diray qur-aanka markaad akhrido in badan waxaad arkaysaa iyadoo ambiyada salaad lagu sifaynayo salaada way dayaceen baa la yidhi ima inay dhammaanteed dayaceen oo ay salaadaba dafireen oo iskaga tageen ama inay waqtigeedii dayaceen oo aanay waqtigeeda tukanin أما إن أركان تدي شروط تدي ضيعين وأنا إلا إيمان سيدي لو بحنا لو لا يماد أما إن معنى هذه خشوع هذه ضيعين أو هيكل كدي موقال كدي إلا يمادين معنى هي يردن كي لغربي يوحي للربي إن يالا تعان يالنين أما إن الجماعات كدي ونا كدي ضيعين وهي كدي محوقا قبل تكدو وقريا لغو تكدو
سكستبه هالنقطة إلهي وحكوت المام يا قلدني صلاة دوي ضيعين وحكى الله لقوت المام يا وحكستو إلهي ذكري سددك كمشغولينا كل مشتهل يشغل الناس عن ذكر اللهنا واسكن راعي وحين كفهمي كرنا سيعلم دو شيغان مفهوم المخالفة آيادة عكس جيدو يعني هدي النبي الله شيغي كو كو حم حماية كسهر جيدا الله شيغي نبي دا كو وان وناكسن الراعي كدن بايا محي كسفوبيا كو وان عكس جيدو وين كسفوبا وإن صلاة دانا حفديين نفتنا شهواتك كإلاليين يعني كو سوى كو خلف كيف يعنا النبي ذا الراعي وحن كلو آيات دا تنكا أركينا وحويان لو الشيء بي آيات دا نسكو حدي وآه درس كأنو أصعنا ومعنا وين وشيغي سلا دولة ضيعة وحاكرت بمو مركيبا كحدي دما نفتو حيدوني سول اسكرع للمو سلا دولة حفظيو أولا إلاليو وحاكرت بما نفث وحيدوني سو لغمان عيو لو اغم حا حلال محا حرام ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى القرآن كآيات كالو حكوت المامية وتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحكويني آخر وحي لغو سودتشي وأقم الصلاة صلاة تكلم أورنين لكن وحالا يدي صلاة نؤوك أضو حفظنا يا أركان تيدي شروط تيدي هيئات تيدي خشوع تيدي وناك يدي أضو حفظنا يا وحالو الرعي مركا إن الصلاة إقامة الصلاة حالو سمينية إلا ضواتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة وحي الريبتا حمها دمانتي وحي شرعيه إنكري أما فحشي فول حماضي شرعيه فول حميسي دمانتي بي الريبتا إخوتي في العقيدة مركة لبوح بي نسكو إيغينا صلاة في عناتي وحكرت بمي نلشور دانو في عناتي صلاة في عناتي وحكرت بمي قفكو إنو حمها إيا نفتو وحا إسكرر ربطو إيا شهواتو نفسك إيا نارتو وحا قيردن قفكو إنو كحكموه صلاة حماتي وحكرت بممحي إن لنتو كدام الله وضو وحي إلا ربك لنا لقصو كما حلنا نجي سلفك وحي نرد حيا صلاة نوعية ذا كم إذا وحي نرد حيا صلاة إنه هدي تيل الربين نقول لها هيت دقن كانوا نكيل الربين بنقول لها وهي وحلي دي صلاة وحي رابطة الفحشاء والمنكر صلاة إنه هدي مد يعنى قل دلالات وكبة دنتين نقطة وحدة بس صعدة نلاشين أنت كلنا إن قل دلالات وكبة دنتين نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام أحمد صوصاري شيخ الألباني نو قلت المام يسنة كيسيون الصحيحي نبي عليه الصلاة والسلام بوحل دي إن فلانا يصلي الليل كله هبل هبين كيو دموت كذا بينها فإذا أصبح صارق نك هبل الليل هذا بين إله رسول كيسيو وان صلاة بطن هبين أردن وان صلاة كنية هدو سوا بريستو وحبو قاط قاضا توغدا أيو سمايا نكا لبا شايبا لغو شاك وحلغو شاك صلاة بندي وهبين كيس تكنية وحكرا لغو شاك إيرو مالنتي وحقاط قاضا وقعنتي سواني دور سنين نبو عليه الصلاة والسلام وحكو يري سيدا شاكتين هدو يي صلاة ديسة أياك النهيد نوتا ستمنع صلاته أو ستنهاه
نبو حول عليه الصلاة والسلام اسكرنا فالصلاة دي ساكر ريبس راتك الصلاة دو صباح يا أبو نبو لي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة دو نوع كانت هاي الصلاة دا كر ريبس سكرة هذي نوت المامنة وحوهيان نلوش أدون يتاخر با إنو قفكو إسلام نمكو هقاقي أو طريق الصحاح إستو إيا إنو قلدمي أو طريق قلدنو كتاقي مؤشر كالدقيقة يعني على مدى اللغة هل بيق الرسمي إيش هيقا وصلاة دي النوع عيدة دوني دا إنت اللي تشوغو صلاة دو هدي تي لو باهناي تهي وحاد قران ساقفك إني حماها كرّي ويسوسان نبقو شيغي عليه الصلاة والسلام أما سيدا قرآن كو بشيغي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هدي حماته وحكرت ما يو صلاة دو آني تي للربين نقونن إنه شهوات نفس فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات آخرنا والله مت آخرنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكى سوغانينو يلي هدي أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة علماء وحيد هذا وحكو صابسا حقوق دا إلهي إلا اسكو حسابي صلاة دا وقوه الرئيسة وحكو صابسا حقوق دا عبادك إلا اسكو حسابي أنا دماغي ديقا وقوه الرئيسة إذا النبي حلي عليه الصلاة والسلام وحقوقه الرجال وحسابنا يا وصلاة صلاة والتوحيد العملي بيع على مضي هذا والتوحيد كي هو عمله هذه صلاة هجاكته صلح صائر عمله بالنبي لي إن صلحت هذه صلاة داس هجاكته وح هجاك عمل كي سينت كصهر بي وهي الدنيا مركي هربي صلاة في عند وحي الدليل أهيد محي إنه حماك هربي بيشو مركا هدي صلاة دا مركا موزان كاقل السارو نوع اللوبة هنا هدي صوبة حدو وحالا قرن ايا وحاقا كلو اعماش هذا كلو دا من النوع اللوبة هنا اينا ينا نقون ايا هدي صلاة دا دو قلدان تو وتي اللوبة هنا اينا نقون ويدو وحاينا معروف با مركاس با موازين تشريعي جاي شيء جيسا وحي كدم بيينا إني ولا أقم يانا مسح حمانا يا سيدا أوجد أيا إلهي سبحانه وتعالى دوندة قال يا مسلم وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين بإلهي إليهم مسلمين وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين والصلاة دعوه قبل ليلي وهكم من نقوننا محي مشركة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلمة قلبك قشه أفكنا الغير هذا لكن توحيدك عملي غير نبطاه وصلاة صلاة وقفك أولى إلهي أوامك أقبلي أوامك الراعي أوامك هدن بايا وعقل جاي جاي مسك حدا ير أدم كوه جامية وفود دندرك كود جاي قف كبين أدم كهدو فود دندرك هدي جاه واحد دم باور دور تاو مهرين ده سجوده واحد دم باور دور تاكو مهرين ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى وحلاي واقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين وارسلاة دا اوغبال ليلي وصدي للربي ولك عليا وهكم من نقوننا محي مشركين تبا ليلي إذن علماء دا وحي إلى هذا مشركة هي مؤمنك وحيابها فاصلك ودحيك للصوعة صلاة با كمدا منافقة هي مؤمنك وحكى للصوعة يغنى صفة الصلاة كوي لا يمادين منافقين تعهدي النبي ويسكتوا كنجرين لكن وحى ربي لا يهي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا
أما آيات كلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ربي سبحانه وتعالى منافق مركز فيني وحليله صلاة دم أوغان إلا يقو عاجي سيسن مويان يعني وصلاة روح كما قيه وصلاة قلف يتمتمعون أكثر سايسنتي لسمين جري وصمين أيا وقال الأخري جرينا وآخرين أيا لكن ملها ردن كي معانك يوحي لك الربي ما وضطه منافق مركا وحلقو قران أيا إيو كي قدسيه مؤمن كي دبطاها وصلاة حمي بالليل مو كافر كي مؤمن كي وحلقو كالقرتي تكشو مركا اتمادة انتي تكريسي مؤمن يا منافق وحلقو كالصاري محي صفة الصلاة قاب كي تكريين بل إيه دي قرآن كوحو إنو شيغي يدد تكريه وهدنا أهل النار فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم إليه حلي وحا هو قصو قنادي كوي تكني يكو أن تكني نور كو دينا قرر كو تكني يبا هو قصو قنادي ولكن محيئة سفدو ضايتاي الذين هم عن صلاتهم ساهون كو سلا دودا كسهويني ووقت قادي كساري وحي إلى هيدا اللو غباهنا أن لا إيمانين إخوتي في العقيدة مركا مؤمنين تلفتو دوحا لغوك لصارا صلاة درجات كإيمان جاء مؤمنين تو إليهين وحسمائية وصلاة مؤمن كإلهي وقرآن كو أماني وحكو أماني ينوع يدي سالصلاة دي وتكني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلهي ما كسود حلي والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون بإلهيه وحليباني كوي أهل الإيمان كهوا كوي ولد الليبان توسق انتهي جملة من الصفات با إلهي سيئي لكن وحال الله قبلا بيلو قبا قبا نوعية الصلاة جملة من الصفات أي الوسفي وقوة عين كان عين كان عين كان عين كان لكن صفات كوضا وحال الله قبلا بي وقوة سلاة دودا كخو الشعب لي سلاة دودا ونوع قارة وحانا اللي قبا قبا يي محي وقوة صلاة دودة محي إلالية قوة كساهون ماها أما قوة ضيعي ماها وقوة حافظين لصلاتهما وقوة صلاة دودة هديتي وقت كيدي هديتي هيئات كيدي هديتي أركان تيدي هديتي قاب كيدي لو تكني هديتي ربك حدنانتي سوى قوة إلالية قوة أسبال ليربا قوة آخرة نحل يجندة أولئك وفردوس الأعلى قوة نحلية نوع سار ربي سبحانه وتعالى وصفي إلهي مركو صفيني مؤمنين تفيعا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامي مساجد ديسة قوة وينينية كو تصبيح سنة يقلن هرية قلن دبابا وحلقو سفين ايين محي رجال رجولدو قرآن كمار كهين تبادقو سا أرارتو وما سا أرارتو ذكر نمو لدق يالله بلابود نمو وما سا أرارتو وحيو سا أرارتو رقان نمو يعني داتكو رقوا ودا صدح لي لكن رقان نمو صدح قدوكو مجر تسفاد إرادة إلا ذي إلهي سبحانه وتعالى وحكمت المامية دتك في عن مركو صفينيو من المؤمنين إلهي وحكمت المامية صالحين رجال إني كمديهين ولد أنه حليل ورجال ورقبة ليله رقني مدود حقيقة سنتهي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة كمر يبطه
oo kama mashquuliso tijaaro iyo bay xoolo kororsi iyo adduun soo saar iyo dhaqaale ka shaqayni waa dhaqaalihii islaamku uu ogolaa ee bannaanaa ayaa waxaa la leeyahay kuwaasi kama reebaan qofka kan ama kama mashquuliyaan ilaahay xuskii iyo salaada oogisteed yurub dadka jooga su-aasha ugu badan waxa weeyaan shalay nala weydiinayay weligeedba nala weydiinayay shaqadii iyoba salaadiiba iskeeni waayo baskii baan saarrahayo iskuulkii baan dhiganaya waa kano war ilaahay rag waa ammaantay wuxuu ku tilmaamayaa waa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bayc xoolo soo saar iyo dhaqaale baa ilaahay yidhi waqaar aykan ka mashquulin maxay ilaahay xuskii iyo salaada oogisteeda la yidhi ama hadday kaa mashquuliyaan ragga ragga kuma jirtid markaa kooxda aynu sheegaynay ama kooxdii salaadooda ay wax ka reebaysay markaaba daa'iradda waad kasii hoos baad u sii socotaa waad dhaafaysaa ilaahay subxaana wa tacaala salaada jimce muxuu tilmaamaya maxaa aayaddii jumcada ka warramaysay sheegaysay idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumca fascaw ila dikri illah wadaru albay tijaara iyo bayc waa shaqadii iyo xoogsigii waxaa la yidhi war haddii salaada jimce aadankeedu baxo dhaafa xoogsi dhammaantii oo u dareera xagga rabbi ikhwatii fi lcaqiida marka waxaanu leenay asalaati almatluuba salaada loo baahan yahay ee laynaga rabaa ee macnaha samaynaysa inaynu fahmna loo baahan yahay salaadu markay macno samaynayso waa markaasi ay dhadhanka leedahay waa markaasi ay rabbi kugu xidhayso waa markaasi ay keensanayso inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidul qudsiga uu ku tilmaamayo inuu rabbi leeyahay addoommahayga kama zuulo inaan jeclaado yacni waxa uu rabbi kugu jacayl badan yahay uu kugu jeclaado waa maftarad waa wixii uu kugu faral yeelay dabeetana kama zuulo inuu addoonkaygu igu soo dhowaado buu rabbi tilmaamayaa nawaafisha iyo sunanka iyo kuwaasi ilaa iyo aan ka jeclaado oo ka noqoto ishiisa iyo dhegtiisa iyo gacantiisuba ilaahay waxaanu rabin aanay samaynaynin ilaa iyo rabbi uu ka noqdo samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yubsaru bihi wayadahu alatii yubtishu biha gacantaad wax ku qabanayso gacantaad wax ku qabanaysa yacni waxa weeyaan xumo iyo sama gacantaadu waxay taabanaysaa waxaad ka dhex arkaysaa ka eegaysaa ilaahay muxuu ka ogolyahay ishaadu waxay eegayso waxaad ka dhex arkaysaa maxaa rabbi ku ogolyahay inaad aragto maxaase lagaa mamnuucay dhegtaadu waxay ka shaqaynaysaa maxaa rabbi ogolyahay inaad dhegaysato maxaanuse ogolayn inaad dhegaysato kooxda caynkaasi salaadahoodu gaadhay markaad noqoto ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu insuranskiisa ku gelinayo halkan gabadhida iyo daara iyo waxa kan maxaa gelisaan insurance saacinka maaha insuranceka maxaa loo galaa haddiiba masiiba dhacda ama balaaya kugu dhacda in maxay aad ku fakato ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala qofka caynka noqda in sa'alani hadduu waxi weydiisto la ucطiyanah baa ilaahay leeyahy in sa'alani haddiiba uu qofku markuu xadkaas oo gaadho waxi weydiisto la ucطiyanah luqada carbeed wixii wax lagu adkaynayaa laysugu geeyay laam iyo nunu tawkiid oo thaqiila la ucطiyanahu waan siin oo waan siin oo waan siin baa ilaahay leeyahy walayn isticaadani la uciidanah ilaahay baa dhaaranaya wuxuu leeyahy walaa in allaan ku dhaartay hadduu magangelyo i weydiistana oo bele iyo wuxuu ka baqaya iga magangalana waa magangelinayaa buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ikhwatii fi lcaqiida marka hadday salaadu hagaagto insuranceka rabbaaniga habaad gelaysa hadday si noocii loo baahnaa noqon weydo khatar baad ku sugantay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa aakhiro kuwa guulaysanaya qur-aanku muxuu ku sifaynayaa waa salaad badni iyo salaad wanaag uun innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun
إلهي وحلي سبحانه وتعالى وحيا يدون أنت يجوغين كوا محسنين التوحيد سيدا صمفلا على مدى هذا معروف كينا وحيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هبين كي انت يستحدان با يريد با إلهي لي واتو كان شرين صلاة بدني با لغو سفينية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلهي كوانا محكو سفي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عباد الرحمن كي مركي ربك والرمينا وحكو سفي كوى الرب الدورتي يأدومه سكاء ونكسناه صفات كوضا الرسمي وحكم إذا وكوى هبين كي محي يبيتون لربهم سجدا وقياما وكوى هيدها بين كوضا يقوى أمحي هو الزجود سن وتاغن بالة المامية إلهي سبحانه وتعالى وحكو سفين يا صلاة ولذلك أيها الأخوة سأوغيد بوحنو تلمامينا صلاة وتوحيد عملية ووحى لغوك لقرطم مؤمن يا كافر ووحى لغوك لقرطم مؤمن يا منافق نوعية الصلاة ووحى مسلمين طبقات كايكوك لليين مؤمنين تربطها يتهي صلاة النوعية دي ده يتيد يتر ديده وكاو نبي محمد المامي حديثك صحيح مسلم كوكويا لي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه وهو ساجد قفكو إلهي وغلوية هاي مركو محي فودر نركو كوهاي فودو قفك بن آدم كاي وجه هو ماشي وغوش عليه شركيسة وماشي أنا تشعلين يضو أسكا غيري كويا له يضو فالحون يضو مرنا ما إنت داركو صلاة دا مركا توستاباد عدا يسابون يفول دخالة داليسة سيان وحو ما الله وارك لكن مركا تكون يسوح الله ده ماشي عين كاهيدا ان بومبورين ايي إله وضان روكا كوردقى هل كان عكتكو هيان دقى قف كاما واحدا باقو قنتم باشره وديدي كرا مركا حاد هده وديدي ها عجبه انا داركتا ميد فودا دولكو كو هيو هده ونكا ورما يا اسلام كما لسكو حكومي كرا ما لا راعي كرا ما لا قول نغمي كرا مران كتاقي ورمحاد فودا دولكا كا هاي سيادا يعني اغلى شيء نولش هذا jirka galki ugu fiicnaabaad dulka ku haysa kaba halka la saaraabaad saaraysa macnaheedu waxa weeyaan istislaam mutlaq waxa aad la timi waxa weeyaan hoggaansi dhameystiran ilaahay waan hoggaansamay baad leedahay marka tukatay qof hoggaansamay wax dambo u haray ma jiro qof wada dulka dhigay wax dambo u haray ma jiro sida awgeed baan rabbi wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegayaa leeyahay قفكو وحو ربي جيبا وقلو يهي مركو سجود سيي افا اكثرو فيه الدعاء مركا سي الهي بريدي سبت صدا الهي نوحينا ليه واسجد واقترب سجود اوه دووو بالوولي الهي او دووو مركا سجود سنتا ربك او دواني ساي ولذلك ايها الاخوة ساسي درادت وحينو باهن نينينو سلاة ديه dadan keediye macnaheeda dib ugu noqono inaynu baranno kuwa ilaahay ku tilmaamayo inna salaata wa aqimis salaata inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar alladheena hum fi salaatihim khashi'un walladheena hum ala salaatihim daa'imun walladheena hum ala salaatihim yuhaafidhuun kuwa ilaahay quraanka ku sifeynaya sifaatkaasi siinayo salaadu dadanka iyo macnaheey sameeyayso waxaad ka garan kartaa نبي إلهي نبي يدي سكمدة يا رب بري يا رب جمحو يدي سنية إنو رب كيالو صلاة متسفي عن أوغه وأيو ونبي من أولي العزمية رسو شكوي لغا دورتي فاصبر كما صبر أولي العزم نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسو شلغو يري صبر سيدة أولي العزم وقو صبرين وقو ديو وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام والنبي هذا أبهد توحيدك دقة كم ضحضة والنبي إلهي دارتي ورسوله وأولو العزمية أيا رب سبحانه وتعالى وحكوت المامي ندعي سني ولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء
إلهي وحد غيه شابولي مثل هذا أوجه إلهي وحوى يديسنا يا إنه كرده مثل هذا تقدمها مثل هذا أوجه وحي أبا هنيت سلاده مدلي ماذا إلهي وغيه البولي أنا جه يكون ضلايبه أخوتي في العقيدة وحين لأن مركه هدي سلاده معناها لا يضحي سيدابا إنه وغيه لكرنا دردن كاين أيالات كو وحينو باهن هاي صلاة مركه نتكلم نكو وحينو جس النحجة قبل هذا قبل هذا وجه هذا كعبة وين جحكته ماشة كعبة وين جحكته الله ينري وجهسته كاسي وشرك قلفتنا الله أمرين حقة وجهسته قلبك حقة اللي وجهدية إلى الله سبحانه وتعالى ugu horeyn markaad markaa sijaayadaada dhiganaysaa ama qiblada u jeesanaysaa waa inaad garataa qoloftan un baad xaggaa u jeedinaysaaye ilaahay baa mashriq iyo maqrib baa iska leh aynama tuwallu fatama wajhu llah laakiin waxaa layna faray xaysumaa kuntum fawallu shatra xaggiisa u jeesta baa layna yidhi kacbada kacbada markaad jidhka u jeediso waxaad u baahan tahay inaad qalbigana soo xaadiriso ilaahay xaggiisa u jeediso waa kii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam rabbigaana waa ku qaabilayaa inta aanad adigu ka jeesanin idan awalu shay laynooga baahan yahay waxa weeyaan inaynu xuduuri lqalbi la nimaadno inaynu garanno qalbigan inuu hortaagan yahay bayna yadayi ljabbaar rabbiga weyn inuu hortaagan yahay inaad garato rabbiga weyn inaad la hadlayso سؤال بسيط هدي ما انت الغيره هذا ما ضحباد لك كل ميسه ما حد قراني سدد مهمة والله يا ابو نولش هذا ين الرات كويا لان كان لك كل ميسه مدح ويني ودن كان رئيس الوزاري ودن كان لك كل ميسه كو قف كو حو كفكره حو سوء لك كل ما gurigaaga dharkii kuu yaallay baad eegaysa iyo islaantun baad kolba qaar oranaysaa kuwa iga daayo mee koodhkii hebel iyo surwaalkii hebel iyo dharkaagaad kala soocaysaa nooc gaara oo si gaara u kaaweedaysan oo si gaara u farsamaysan ayaa tijaabinaysaa waayo waxaad rabtaa meesha tan dad weyn baa jooga inaad magac iyo maamuus adigoo maamuusan inaad timaado ilaahayna wuxuu ina leeyay khuduu ziinatakum cinda kulli masjid زينة دينة قرح دينة وقاطة ماشي كو سجود إسان سلاة دينة يعني ربي قامر كاد هرتا قيسا إس قرحي وهي واحد كو صعطة وقاد قراني سا عدة قاد سهرتا قيس حالا ينفري مركا قاد مدح بتا قيس تتكو حي بار بارا ويحي ووران لها تلو خذلك حقات كبلا وضا حاتي لها ضا awodhan waxa laga yaabaa buugiisa inuu wax ku qorqorayo hadal uu diyaarsanayo khudbadii uu meeshan ka jeedin lahaa iyo wixii uu madaxda tan ku odhan lahaa waayo meeshan baa la weyn rabbigaa markaad hortegaysa maxaad odhan isagaa inaga xil qaaday wixii aynu odhan lahayn oo ina baray laakiin waxaa loo baahan yahay un inagoo soo jeednay inaynu nidhaahno isagaa wuxuu ina baray أبو هريرة وحوت الماما يا حديثك النبي كورنا يا عليه الصلاة والسلام وربي جن مركا هرت جيسان إن تفتح آخر دو الصلاة دام فتح لغو آخر إن إني خداج تهي حديثك النبي كورنا يا إن أنا صلاة في عنا هين اللوبة هي مركا إن تسوتش يدو قفكم مركو ده الحمد لله رب العالمين وحن ما هذين يا إله عالم كورنا ربي جواه ربي جانا وحكوا لي حمدني عبدي حمدني عبدي أدون كيجيبي مهدي الرحمن الرحيم مركه تلادنا أثنى علي عبدي أدون كيجيبي أماني إلا هي بكون جوابي مركه تلاهضه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مجدني عبدي وحي وينيي أدون كيجي إذن مدري مسا مركه سلادة كشرتين أدي إلهي لها الله يسوه ربي قاين أدلها الله يسوه مدري مسا سر ربي قاين وكل أحد لا يوم دريميسا قلبي قاعد حاضر ما يوم دريميسا مركا مركا ترى هذا إياك نعبد وإياك نستعين أنت هرا فرفرشة يا هاي
دتك عادي مدح ده مركب بلابا يا رامان بيكون بلابا مدح وينه أيوه الوزير سعادة الوزير معالي الوزير فخامة الملك الرئيس الملك المعظم المفدى يعني وحن لآخرنا يا وأمان من كان بورك هذا ما أنا نيسه لكن سلا ده مركز السو تكتر ربي جيك وأبورتي بعد ما أنا نيسه إلهي بعد ما هذا نيسه وأمان وشيدي نيسه كدي بنا وحد طلبته ما حي باهي ده ضاد شقت أما أنت سد بدأت وحد شقت إياك نعبد وإياك نستعين إلهو كلي جابانك عابدينا كلي جابانك هكال ما ضلبينا إلهي نوحك لي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كاني أوحي أنا جاي أدونك هيك نود حي أدونك هيك نوحي ويدستبو لي مركز أدبر يدي بلا بس مركز اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وجدك توصل نوهنوني جدك كوي أدون نعمي سي إلهي نوهنوني إله نجوعي شتك يهودي النصارى كورني كمالنتي انتو ربك يسهرت اغوط الضباء يطبان شير إن كبدن إلهي ويدي سنين لمن كان شتك وده كوعي آمين تهيا هدو مركو دبا دو بحق لده شتك وده مطبع عرريا بس مركي وهران وقراني نموحي إلهي ويدي سنين ماشي وحكا قلدان يواطن انت إنو إلهي هرني مادنا وحلانا إلهي كوا ودودو دو نقدو اليهود والنصارى إلهو جدك قوى اللومي يقوى دو عري سمت يقوى اللومي عدن إلهو وددو دي قويعي ميهي سحت هاي مركة مركة صلاة كصواب بحضو إنا تبلو دو إنا تسوغا كشو إنا تبلو دو جدك ديمك إلهي بريسين ربك هاوعي إنا دو عقها وكرات ستو وصلاة دان لفهمي ويهيان مركة يعني صلاة دان معنى هيدي نوردعين أما وحي لقربي أين نقرنين كو حي لأني مركا وحي نوبا هنهي إنه مركا نتوكني إنه قلبك حاضر إنه وقرنو إن رب السماوات والأرض هرتاق أنت لبا وحي نوبا هنهي وحي نكوهد ليني نفهمنه قف ولو مسلم بوحي وبا هي صلاة برطه ريادا نكوهد لي تمتم لغا مربو ما ينطل أهدو لغا مربو فهلا قرب وحن ووح معنى الصمين يين تفهمت معنى هودا مركة ربي قامان يسام وينين يسو سبحان ربي العظيم أما سبحان ربي الأعلى أما الصمع الله لمن حمد وحكا ند معنى هودا صفي عن قرطه ولذلك أي إلهي قرآن كوحي نقول يا محي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون خمرضة انت ان لو ده ممنوعين خمرضة يعني سي مركي هو رفصح بيسكاهي كدب باوحة سودكتي واختي ذا الصلاة ده هنا اللعبين كدب باوحة سودكتي إلا منعيهم منعين تكما الضنبايستا شان ايه طبان سنضاد كل دوبي غادت شان ايه طبان سنضاد واختي ابا اللعب بيون وانا ممنوع هاي واختي كدب ايه اللا ممنوعي مركي اللا ممنوعين ولا شوشي لكن إلهي وحليه ولا تقربوا الصلاة والصلاة دهو دواننا وأنتم سكارى إذن كو سخران سن وأيو حتى تعلموا هي ما تقولون إلا أكاقرتان وحاكو هاد ليسان باليد إذن وحلو دي دين كان سخران سنين وتكدا وحويا وحانو قرانين محي وحانو كو هاد ليو كورنا دي قوان سخران سنين هذا هذا نسيك لو صخران سنتون الله أكبر مركة العيك وقدم بيسبا وسكرة ثانية وقف صخرامي لكن أدونك لك صخران سن مركة الله أكبر بلوضه هذا تقاريك حيسه ودوني دوفة وفتكتد وميلها كسور يفتد السلام عليكم تنين أتكور هشو ووحد بان إذا وحالينا قربا وحيته سلاة دينت إنو كجرنو إنه سوچيدنه وقرانا إنه وحينه كهد لينه ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامي صلاة سيادو فهمتد هدي أدوها بينك صلاة كعي إذا نعص أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول بليل هبينك بات صلاة الليل وصوك عضي ونفتد
تيلي ربي قد هو قان سناته وواد قوضي لكن واد سهد لنا يدو ويقام عيساه واد حيشي كاري ويدي نبي وحكو لي عليه الصلاة والسلام متكين هدو سلاة دي سوتا اقو او دبا تناقو اللولوضو ورا كبو حوها اسكسيح دابو نبي قولي كبو حوها اسكسيحو إلا أنت تقرأ نسمحي وحاتكو هالليس يعني وحال الربا صلاة دادقو وحسك أخرنا إنا تسوي تكنيني إنا دادقو وحاد أخرنا يسفهمي كرية إنا تكتو سوي شيدو ولذلك يا حذيفة بن اليمان حديث كي صحيح مسلم كي اللي وحودي نبي عليه الصلاة والسلام والصلاة كتيران كي واسكا حد يبوري حسنو كان نبي محمد بتكني لا تكو واسنو اسكا تكني يا نبي دبيتنا البغرو بلا بيبو يدي البغرو دمي سيدو وحان سلابو يدي بغلا يضغن لها سوچوك سندونا وابتشوك سنوهي وقال لبتش سيبر قرانا وارق عطورا لبتش سيبر بواخري مركزان سيدو يدي هدو الركوع دونا مركز صورة النساء اسكبلا بي نبي عليه الصلاة والسلام نسابو هدان السور دمي يبو يدي مركزان سيدو هدو الركوع دونا مركز آل عمران دبو صان اغضب بلا بيبو يدي آل عمران بهدان دمي ولحجس او قرآن يرقعد لحجس او قرآن نكو دو إيا محي هل رقعو تاو حكا سيدنا موحولي هاي مركو صامر آية تصبيحك والرميسة ووسك التصبيح صدا ماها قرآن صوع لقوة للي ماها آية تصبيح مركو مريا وتصبيح صدا آية نار مركو سوقار إلهي بوكا مغانقلا متخير شيء يسمرك أركو إلهي بو ويديستا يعني وحن وكهد لا يولا صعدا قرآن كان وآخرنا هي معنى هيسا أيولا صعدا إلا حد وآيات كستوى حي شيء يسكت دايين وكجوابه إذا وقرآن وترتيب وآخرنا أيه معنى هيسا ولا صعدا وحو شيء يين وكجواب أيه حد نوح لي أنت وتاقنا إن لقبو نبي الركوع سرابو لي هدنا ومحو آخرنا أيه ويسك وردنية سبحان الله دا سبحان ربي العظيم تاسو آخرنية يعني سلف الصالح وحعانا هاي حسبي جيسا هبل القرآن قال لبدي سحسبي سدح دي سافرتي سينتو آخرستو هبين كيبو آخر يا مركا إلى هدان معنى يدو حيهدو كنتو كنشري إياقا الصلاة دا إيا قرآن كا إيا وردقا وحورنا بمد بابا يهيد با صلاة بيسك قال يا قرآن كيبو هبين كا آخرسان لها بو آخرنية وردي جوا أخري لهاي وحو تصبح سنة لهاي ودمبوس كتصبح سنة هي إنه تصبح بينه قادنا مل بينه فريسنا سبحان الله سبحان الله كأني بحاله له إيه وردي وكشرو إيه جو إسق أسك الركوع سنبو ورديني إسق أسك السجود سنبو محي أي ورديني تصبح سنة وايو لحش سن لقى أخري إن كل دوا هدات الركوع سنة ما حد أخري ساكله أما إن كل دوا هدات سجود سنة ما حد كله أخري سا ولذلك وحنا أركينا نبغو عليه الصلاة والسلام وحو أخرنا يينو لسعدي نبغونا عليه الصلاة والسلام وحوين لي حديث عمار بن ياسر وشيغي سوّر يا إمام أحمد نصو ساري شيخ الألباني حسن كوكو شيغي إن الرجل لا ينصرف وما كتب إلا عشر صلاتي حلي نبغو عليه الصلاة والسلام مدبى صلاة كذا وكبح صلاة إسوغو آن صلاة دي سلوقرين إلا عشر طبعاً ميلاد مركا الله قيبية ميلهان مويانا 10% مركا سو نبي قصي ودو وحولي تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها يعني وحشيغ يا نبي عليه الصلاة والسلام داتكو صلاة دوي ودو تكن يعني صلاة دو اسكو صلاة ماها سفك واكو ودو تراني اسكو إن ماها شن توالا ودو تكذي اسكو شن ماها سادة ردد بنبي وحط المامي عليه الصلاة والسلام مت صلاة كدي وصلاة دي ستمبر سنت له تمبر سنت بسوشيد انت قال وحساب تميهو مدي تسع ايو سوشيد وتو الف مالها تو الف ان هاف بيرسنت مدي ثمن وتردين تو فوردين بيرسنت الى ايا لغا سو قارسيه محي مد نصف له 50% بغل كيبا كونتون تا معنى هدو حي نقونيسا مد لحدا سنته كنيي ودي وحي سبا تنتن بيرسنت هاي هداني كبسي يرين
iyaba laga yaaba mid lix sanado tukanayay laakiin lix mintida tukanayay inay salaad leegyihin. waxaa laga yaabaa mid toban sano tukanayay iyo kaa lixdanka ama toddobaatanka tukanayay inay salaadooda isu dhiganta ama kan tobanku uu salaad fiican yahay, waayo kanna wuu soo jeeday kanina. idan salaadaada cumriga tukatay marka laysku soo daro haddaad 10% ku lahayd iyo haddaad 50% lahayd, dee waa labo shay oo maxay aada u kala durugsan. idan dadku salaada waxay leeyihin baa la yidhi intay soo jeedaan. salaada waa inaynu u garanaa inay tahay munaajaat lirabbi alcaalamiin, wada hadal adiga iyo rabbigaa idin dhex maraya. salaada waa inaynu u garanaa inay tahay maxay baabu bathu shakwa walham, inay tahay meesha ilaahay subxaanahu watacaala loogu sheegto hamigaagi iyo murugadaadi iyo waxaa dareemayso o dhan. walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, kanuu ida fazicuu fazicuu ila salaah, isagoo nebiyada ka warramaya, haddii ay argagaxaan ama baqaan amase istigaatha kaalmo ay u baahdaan waxay kaalmaysan jireen maxay salaad baa la leeyay. waxa uu tilmaamaya xudayfata bnu lyamaan, ida xazabahu amrun salla, isagoo nebiga ka warramaya calayhi salaatu wasalaam, ida xazabahu, haddii uu murugo geliyo ama ma warwar geliyo arrini wuu tukan jiray buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. yacni salaaddaa waxay ahayd meesha uu hamiga kan iyo waxan oo dhan uu iskaga reebayo. ibnu cabaas oo safar ku jira ayaa waxaa loo sheegay walaalkii inuu dhintay kuthum, dabeetana intuu safarkii dhan uga yaro weecday ayuu salaad tukaday. yacni waxay ambiyadii iyo saxaabadii iyo salaf ulumma waxay ahaayeen marka mashkiladu ku timaado salaad bay ciirsan jireen, wastaciinuu bisabri wasalaa baa ilaahay leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam. ghazwatu laxzaab, markii gaaloo dhamma isugu timi, dhibtu ku adkaatay, mashaakil ku batay, wuxuu diray saxaabadu yidhi war kumaa kacayo gaalada dhexgalayo warkooda ay keenaya iyo wax soo indhaindhaynayo soo basaasaya oo warkooda igu soo celinaya, dhaxanta iyo gaajada iyo colaada iyo dagaalka cidiba kici weyday. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam xudayfa fadhiyu yidhi qum ya xudayfa, mar hadduu nebigu amro nin amarka nebiga diidaya ma jiro, kac xudayfa buu ku yidhi warkay doon. xudayfa baxay gaaladii buu dhex galay, wuu soo waraystay, wuxuu leeyahay intii aan nebiga arrinkiisa ku maqnaayo dhan diirimaad unbaaman dareemay, kulayl unbaaba ilaahay siiyey, dhaxantii iyo wixii laga baqayo dhan ilaahay baa iga kor qaaday. waa soo indheindheeyey, wuu ku soo noqday nebigoo salaad ku jiraanuu imabuulay. yacni warwarkii iyo hamigu markuu nebigu hayay calayhi salaatu wasalaam salaad buu galay. markaasu wuxuu leeyahay idaa xazabahu amrun salla, haddii nebiga wax warwar geliyaan salaad buu tukan jiray. marka aan muhimadii mishankii markaan soo dhameeyey buu leeyahy ee nebiga u imi ayuunbaan kurbasho bilaabay buu yidhi, dhaxantii markaan intuu shaqada nebiga u hayay waan kululaa buu leeyahy, waan diiranaa, waxba maan dareemaynin. markii aan shaqadii soo dhameeyey nebiga u imi, nebigiina salaad buu ku jiraa, ayaan kurbaday buu yidhi, isagoo salaada ku jiruu nebigu maradiisa dacalkeeda ay huwiyey buu yidhi, dabeetana waan iska gabay, toos buu ku yidhi ka hurdow, siduu nebigu soo kiciya warkii la weydiinaya. yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam duruufta adagi markay ku timi salaad ayuu ku warwar beelayay. waxaynu garan karnaa dagaalkii dhat raqaac, dagaal ka mida dagaaladii ghazawaadkii nebigu galay calayhi salaatu wasalaam, markii laga soo noqday ayaa waxaa dhacay, nebigu wuxuu yidhi wariya gaadaha ayaa inaga ilaalinaya, caawa ayaa korjooga noqonaya, yaa ilaalo caawa noqonayo ina ilaalinaya. laba saxaabi, nin ansaariya iyo nin muhaajira, baa yidhi annaga ilaahay rasuulkiisiiyo. wuxuu yidhi halkaa buurtaa dacalkeeda shacbigaa yar, meeshaa waddadaa buurtaa istaaga, halkaasi oo wixii inaga daba yimaada ilaaliya. saxaabadiina way iska seexata. nin gaalaa jira oo dagaalkii dadkii dhibtu kasoo gaadhay un ka mid ah, oo daba socda muslimiinta, oo ballan qaaday inuu dhiig muslim daadiyo mooyaane inaanu noqonin, laakiin ciidan ma soo waajihi karayo. marka wuxuu eeganayaa uun cid uu cidlo ka helo ama sii jeeda ama waxuuna uu ninkii
ayaa markuu meeshii buurta ka soo fuulay buu wuxuu arkay ninkan iska tukanaya baraad kale aan labadii saxaabee la yidhi meesha ilaaliya gaadhka inay isbedelaan, midi wuu seexday, kii taagnaana ee gaadhka ku jirina salaad buu galay. Gaalkii daba socda arkay inuu ninkii salaada ku jiro, dabeetana leebkiisii gamuunkii qaansadiisii buu u rakibtay, gamuun buu ku sii daayay hal leeba waa ku dhufta isagoo salaada ku jira. Ninkii salaada ku jiray wuxuu necbaystay inuu salaadaba ka baxo, salaadiisa la weynaatay. Dabeetana intuu gamuunkii iska jaray oo tuuray buu salaadiisa iska watay. Waa ninkaa la tooganayo dhugtanka loogu jiro ayaa salaad wada. Dabeetana kii labaad buu ku dhuftay, intuu iska jaray ayuu salaadiisa iska watay. Kii saddexaad buu ku dhuftay, waa nin gamuun lala dhacayo, rasaas baa lala dhacayaa, isna mana gabanayo kamana baxayo, ninkana iskama celinin, xaggiisa uma dhaqaaqin, rabbigaa iskala munaajood buu isyidhi, ilaahaaga aad la hadlayso la hada. Salaadiisii buu iska wada. Dabeetana markaasuu rukuucay, saddex gamuun baa ku dhaco, mid walba iska jaray. Kii hoose ayaa dhiigiiyo wixiiyo uu toosay. Gaalkiina markuu arkay dhaqdhaqaaq iyo nimankii inay isbedeleen, dee uun dhaartiisii furaye waa iska tegey. ninkii jiifay baa soo kacay, Camar ibnu Yasir buu hayo, wuxuu ku yidhi halaa ambahtani, waan inta waxanoo nabari kugu dhacayeen calal qalmaad anigay toosisid, maad idareensiisid in weerar jiro uun aniga. Wuxuu yidhi qur-aan baan akhrinaya, waxaan necbaystay inaan qur-aankayga kala gooyo. Riwaayadka qaarkood imaam albayhaqi uu soo saaraya waxay tilmaamayaan inuu akhrinayay maxay suuratul kahf inuu akhrinayay. Waxaan necbaystay buu leeyay inaan qur-aankayga iska kala jaro. Yacni dadka kan salaadoodu waxay ahayd taasi iyadoo gamuun lala dhacayo uu iskaga jirayo, gamuunka iyo nabarada ku dhacaya aanay dhib weyn u arkaynin maadaama uu rabbigii la hadlayo, ilaahay uu untay uu la hadlayo subxaanahu wa tacaala. Salaada gamuunka laysaga nabay miyaanay xumaha qofka ka reebayn markaa, ama dhibta hadhow miyaanay ka baajinaynin? Walidaalik ayaa waxaa lagu tilmaama axadu taabiciin baa waxay yidhaahdaan adin baa nabar kaga dhacay, alwaram ilkhabiid ayaa ka soo baxay bay yidhaahdaan. Waxaan kansarko kalaa waramadan bararada tan xun. Dabeetana dhakhaatiirtii muslimiinta ahayd waxay yidhaahdeen qalitaan baad u baahantay in lagu qalo oo meeshan waxaan laga soo daayo laga soo gooyo. Si lagu qalo bay ku yidhaahdeen bunji baa lagu cabsiinaya. Muslimiintu waa dadkii ugu horreeyay dunida keena qofka marka la qalayo in la suuxiyo, aqoontan suuxiska muslimiinta lahayd. Waxay yidhaahdeen waxaad u baahantay markaa in lagu suuxiyo, dabeetana qalliin lagugu sameeyo. Oo maxay siinaysaan? Waxay yidhaahdeen bunji geed la yidhaahdaan ku siinaynaa. Wuxuu yidhi oo caqliga ma tagsiiya? Haa bay yidhaahdeen, war anigu caqligayga tagsiin maayo buu ku yidhi. Salaad baan gelayaaye, wixii idiin muuqda idinku yaala marka. Dabeetana salaad buu xidhay. Salaada markuu galay baa birta lagu bilaabo. Intuu salaada ku jiraa la qala. Salaadii markuu dhammaystayna adigii oo la qalay buu arkay. Waxa laga yaabaa inay gariib idin la tahay. Oo miyaanu xanuunsanayn salaada markuu jiro? Ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay alaa bidikrillaahi tatma'innu alquluub. Waxa kaloo la yaqaanaa qofka bini-aadamka sayniska cusubi maanta wuxuu sheegaa bini-aadamka maskaxdiisu inay jirto hormoono badan oo ay qaarkood ku tilmaamaan morphine hormones inay yihiin, oo qofka bini-aadamka alamka dareenka in low siiya. Doctor Maxamed Cali Albaari ilaa 200 buu tilmaamayo daraasaadka hadda lagu sameeyaya. Waxaa la tilmaamaa marka hormoonkaasi uu dhiigga uu moodkaasi uu jirku soo daynayo inuu jirku nooc min takhdiir oo kala galo. Maalan dumarka wuxuu ugu badan yahay bay yidhaahdaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ka mid a markay umulayaan. Gabadhu foosho waa wax dhib badan, laakiin maskaxda ayaa markaasi awaamirtaa bixiso hormoonadaasi morfiinka abuu soo daayaa
oo islaanta ilow siiya dhibtan tirada badan le lagaga khafiifiyo ee ilmo ay ku dhalayso bale maanta culumtan casriga chinese-ku waxay isticmaalaan maxay aqua puncture lagu suuxiyo dadka irbadaha yaryar la isku mudo irbadaha jira meelo gaar ah lagu mudo dabeetana dheecaamo gaar ah uu jirku soo deynayo dabeetana uu qofku suuxayo kadibna la qalo looma baahna in wax kaloo lagu takhdiiriyaba la siiyo mujarad in jirkiisa meelo ka mid a la taabto oo irbadaha si lagu mudaa waxay ku filan yihiin inay maskaxdu awaamirtaasiya bixiso inay soo dayso hormoonadaasi qofka suuxin kara dabeetana waa la qali karaa cibaadaadku waxay yidhaahdaan tawaturkoo dhan bay baabeeyaan hadday cibaadadu taa dhadhan kale tahay fudaydkan iyo khafiifkan iyo warwarkan iyo walbahaarkan iyo walaacan oo dhan alaa bidikrillaahi tatmainu lquluub weeyaan hadday salaadu nawciyaadkii loo baahan tahay tahay waxay dhacaysaa inay qofka dejiso oo qaabkaasi gaarsiiso idan ikhwati fi lcaqiida waxaan ku soo koobaya ilaahi subxaanahu watacaala nebiyadii markuu sifeeyey kuwii ka dambeeyey waxaa lagu sifeeyey inay yihiin fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahwaati fasawfa yalqawna ghaya koox baa ka dambeysay salaadii dayacday waxay naftoodu doontayna raacday waxaynu u baahanay markaa inaynu salaadeenna dib ugu wada noqonno tijaabina inay noqoto salaadaasi aan dayacnayn ee xumaha reebaysa ee wanaagga dadka faraysa waxaynu ka cabanaynoo dhana leenay mashaakil baana haysta kan baana haysta kan baana haysta furaheedu waa kan furaheedu waa biyadi raxmaan buu ku jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha lagu baryo ugu weyne lagaga xidhmaana waa inaad salaadtii loo baahnaaya aada tukato ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu ina waafajiyo salaadii loo baahnaa ambiyada qur-aanka ilaahay ku ammaanayo waxaa lagu ammaanaya inay salaad tukan jireen ama reerkooda salaad fari jireen ama wanaaggaas inay ka shaqayn jireen ilaahay waxaan ka baryaynaa ducadii nebi ibraahim ahaa rabbi ijcalnaa muqiima asalaah in alla inaga yeelo kuwa salaada ooga oo salaadii la faray ee xumaha reebaysay ee samaha faraysay ee aakhire lagu badbaadayay ee adduunka shafaaca lagu helayay in ilaahay subxaanahu watacaala salaadeenna ka dhigo inana waxaynu u baahannahay inaynu baranno inaa ka daysaan berigii iskuulka aan dhigan jiray iyo baan xoogaa macalinkii qur-aanka inay sheego intii baan iskaga wadaa intaasi salaad ku hagaajin mayso nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabaa masaajidka soo galay salaad buu tukaday markuu dhammaystay uu nebiga u yimi u salaamuu ku yidhi salli fa innaka lam tusalli wara tuka buu nebigu ku yidhi maa tukanini wuu noqday waa tukaday haddana waa soo noqday nebigu salaamay nebigu wuxuu ku yidhi salli fa innaka lam tusalli warada tuka maa tukanini wuu soo noqday waa tukaday mar saddexaad buu nebiga u yimi nebigu mar saddexaad buu ku yidhi war tuko maa tukanini haddii uun dadka muslimiintu say samaynayaan baan iska samaynayaa caynkaa tahay kaa nebi maxamed la joogay baa sidaa wax ku garan lahaa ee saddexda jeer lagu celinayee laleeyahay maxay salli fa innaka lam tusalli iminkana waxaad moodaaba dadku xataa intii aynu ka adkaan jirnay wadannadan la yimi surwaal yaroo futada laga wada xidho ila waa moodada socoto surwaal kale soo heli maysidee ayaa la wada xidhanyay masaajidka nusba dabad u muuqataa markay sujuudsan yihin in salaadiba asaxday inay noqoto tii nebi maxamed ina faray daaye waxaa laga yaabaa in dadku cawradaba asturi kari waayey masaajidda muslimiinta yurub ku taalla xataa soomaaliya markaad maanta soo gasho waxaa laga yaabaa inaad aragto dadka badhabar ku qaawan yahay waxaan ahayd asliyan in dadka muslimiinta ahi ay salaad tukadaan tii nebi maxamed faray calayhi salaatu wasalaam taa saxaabada lagu leeyahay maa tukanine tuko ayaynu u baahannahay inaynu baranno صلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزا الله شيخنا خير الجزاء إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه كلماتك قيمك وفي ميزان حسنات ودغو إنغنا إنغدغو كوي إن شاء الله موعدة وحكوقات صلاة دودي وحكبد